انا دخاني. يلا يا سيدي. ايكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. بص يا جدعان، انت هتشوفوا دلوقتي بلاوي، اقسم بالله هتشوفوا دلوقتي بلاوي. قبل ما نبدا اي كلام، الناس اللي مش مشتركه في القناه تنزل تشترك في القناه وتفعل الجرس وتدوس لايك على الفيديو ده بسرعه 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 بسرعه، عشان الكلام على مود، الكلام ما فيهوش هزار. بصوا انا بدات المدعكه، بدات الـ ايه بقى؟ الناس اللي مشتركاش تشترك بسرعه، انزل خلي الزرار الاحمر ده خليه رمادي، و لو انت عامل كده وانت شاطر اصلا من النمراويه القدام هتروح مفعل الجرس. طب لو مفعل الجرس دوس لايك على الفيديو ده وقول انك عملت الحاجات دي في الكومنتات، ماشي؟ واي حد عنده اي اقتراح، اي فيديوهات، مقالب، تحديات، هتخش على لينك الانستجرام تحت في الديسكربشن تحت، هتخشوا وهتبعتوا لي اي اقتراح انت عايزينه. النهارده انا في اقوى، يعني مش هقول لكم بقى ايه، اقوى فعلا مزرعه كلاب، مش في الوطن العربي، في العالم كله. وانتوا اللي هتقولوا الكلاب دي يعني ايه، شايفين تستحق مين يعضها، او تستحق الكلب ده مين يعضه، اللي انا بقول انتوا فاهمين يعني تستحق الكلب ده يعض مين. ايوه يعض مين. اقسم بالله يا جدعان المنظر فوق اصلا، شايفين المبنى ده كله؟ دي كلها بيت كلاب، يعني عارف اكيد مثلا انت واخواتك في البيت كل واحد ليه اوضه، لا ده هنا كل بنتكلم ليه كتير. طب ما تيجي نشوف ونشوف الفعل وربنا يستر. انا دلوقتي هطلع اقعد مع الكلاب دي واشوف رد فعلهم ايه. انا بحب الكلاب بس مش بالمنظر ده. انا كنت فاكر نفسي ان انا جاي فشيخ في الكلاب، بس يعني باين في حاجات كتير قوي فاتتني، فربنا يستر. يلا بينا نبدا المدعكه. الناس اللي ما اشتركتش في القناه تشترك وتفعل الجرس وتدوس لايك على الفيديو ده بسرعه. يلا يا بوبي. صالون ولا ايه؟ يا نهار اسود على المنظر. انا هخش البيت ده، انا هخش البيت دلوقتي، ربنا يستر. عاملة ايه؟ ايه سمعت ان عندكم كلاب ما بتعضش، الكلام ده صح؟ ايه؟ انا سامع صوتهم يعني. عايز اقول لك هنزل لك كلبين صغيرين كده. تنزلي ايه؟ كلبين صغير. انت مالك؟ مش عارف ليه اول حاجه مفيش كلب قد كده. لا يعني قد كده. هو ده؟ هو ده اللي هو ده؟ متأكدة ان الكلب ده كويس؟ بص يا جدعان، ده مركز تدريب الكابتن عمرو، كابتن عمرو راشد. شايفين المشهد سلوت؟ مين دول؟ انت ناقص تحط صور الفرح بتاع باباك هنا والله جميل كده اهو. هنا ده المكان اللي بيضربوا فيه كلاب؟ لا زرع لهم نخل كمان. بت ايه؟ بيلعبوا. انت بتخافيش من الكلاب؟ بجد؟ شايفين يا جدعان البنت؟ شايفين البنات؟ شايفين البنات اللي مش اللي تشوف قطه تفضل تتنطط مكانها؟ انت بتخاف من القطط؟ انا واختي سامعين؟ يعني مش انا لوحدي اللي بخاف من القطط. اول حاجه مش بخاف من القطط، انا ما بحبهاش، بحس ان هي رخمه كده. بتضرب. انت عاكد اختك دي اصغر ولا اكبر؟ لا اصغر. اصغر منك؟ انا بدرب برضه بس مش قوي، يعني هي برضه كويسه. طب بتدربيها ازاي بقى؟ بتدربها الشهر بس كمان. يعني انت مثلا بابا بيسيب عليها الكلب وهي تدربه وتقول قوي كده يعني. يعني انا قلت الكلب قوي تحس الكلام؟ ليه ما هو صوتي ولا ايه؟ ما انا بعرف يعني بعرف اقولها. احنا بندربه على كده. على صوتي. لو كلبك انت هندربه لك. طب وايه عارف يميز الصوت ازاي اصلا؟ سنس ايه؟ طب انا دلوقتي لك قلت كات يعني كلب قوي. طيب لو هو بقى مش كلبي وعايز اقول له قوي بس. طبعا. طب ممكن احاول اقلد الصوت اللي بيقولها. لو عملت ايه؟ لا. طب ايه الفكره؟ هو كده هو اتضرب على ان هو انت صاحبه. واحد غريب طب واحده انت مثلا دلوقتي انا عندي كلب وبيسمع كلامه وبيخاف مني وعم بص اكنه ابني ماشي؟ انت هتقول اوت هيقوت؟ لو انا صاحبته؟ انت المدربه؟ ايه التفريق العنصري ده؟ عشان انا مدرباه. افرض انت مش مدرباه اصلا، انا اللي مدربه. لا لو انا مش مدرباه مش هسمع كلامي. بجد؟ اما انت مدربه ليه؟ ما بقول لك ايه انا لو انا مدرباه هو بتاعك هيسمع كلامي ويسمع كلامك. طب احنا عايزين نشوف الكلاب البلد اللي عندكم، الكلاب اللي هي بلد مالينو. البلد مالينو؟ بلد مالينو. مالينو مالينو؟ الكلب المالينو عندهم الكلاب. هنطلع دلوقتي نشوف الكلاب اللي هي ولا بتهوهو ولا بتعض واطيب كلاب في الدنيا. تعالى
تعال نشوف الكلاب دلوقتي. معانا كابتن عمرو. كابتن عمرو ده ملك التدريب، الراجل ده من اشهر الناس اللي بتدرب الكلاب ومش كلاب. انت هتشوف دلوقتي هو بيعمل ايه، انت هتشوف دلوقتي الراجل ده يعمل ايه. حبيب قلبي ان شاء الله ربنا يوفقك. بصوا اي حد عايز يوصل معاه هتلاقوا اللينك بتاع البيتشات بتاعته وكل حاجه في الانستجرام بتاعه وفي الديسكربشن بتاعته في اول كومنت. يلا نشوف اللي هيحصل. بتهزر؟ لا لا والله، هي بتبقى بتبرجع حتى لو معاها دراوي هيضرب الدراوي ويخاف عليهم يرجعوا ورا. بعد كده هو يقابل اللي قدام عشان يدافع عنهم، فهم يتعلموا ان هم يرجعوا ورا مش هو. ده طلع موضوع ده، ده انا افتكرتها واقفه ورا خايفه، طلعت احتراما ليه؟ طلعت راجل. دي اللي جوه بس ما شاء الله مربياها، احسن حاجه انك مربياها فعلا. الراجل بيتكلم بتهاوى بجد والله. ده فهمني حاجه دلوقتي، بيقول لي يعني الكلب دي طالما بتهاجم دي بترجع ورا احتراما ليه. والله اصيله، انت ست اصيله، يا ريت يا جدعان كل الستات تبقوا زي الكلبه دي. قطه العفاريه، قطه العفاريه سلام.
بصوا دلوقتي طالعين مش عارف هنطلع لفين. هنطلع فين دلوقتي؟ بعد كده بيرجع لاصحابه، كان بعادي خالص. يعني الكلب اللي هنخش ده بيعد اصحابه. بيعد اصحابه. هو عايزنا نخش صح؟ الكلب قد كده هو. يعني هو بيعد اصحابه هيعمل فينا ايه يا حضرتك؟ ربنا يستر. ده بيعد اصحابه؟ احي. خد يد هنا يا يابا، هتضحك ليه؟ يعني هو كده كده بيتعاقب ولا كده لا خالص، مفيش اي عقاب. بيقعد معانا فتره عقبال ما نتعود عليه، ده بنعمل الشغل هو الاخر. لغايه ما نبدا نعوده على الناس. هو مشكلته كلها ان هو ما بيشوفش ناس قبل، عايش مع اسره هو وهي فبيتعامل مع الناس. ايه بدا وصل للمرحله دي ازاي؟ المرحله دي بيبقى على حسب التنشئه بتاعته. انت بتخليه يعمل ازاي؟ ان انت ما بتخليهوش يلعب مع الناس، ما بيلعبش مع الاطفال، ما بيشوفش حاجه. دي بتبقى حاجه مش طبيعيه. لما بيكبر بعد كده بيشوف ناس غريبه بالنسبه له، بيحاول يعمل وسيله دفاع عنها. ده نوع. في نوع تاني ان الكلب بطبيعته هو عدواني. خلقه ربنا عدواني. ما عندوش قابليه للاخرين، مع ان هو من نوع اللي هي اللاعب اللي هو اللي بيلعب مع اي حد، لكن لا هو شخصيه مختلفه خالص. خلقه ربنا كده اهو. ايوه. من هو صغير من 4 شهور كان بيعض صحابه لما حكمنا. فمعنى كده ان هو لا هو شخصيته مش مضطربه، هو طبيعته كده. احنا بنحاول نروضه على هذا الاساس، بس بنعرفه ايه الصح امتى نعض وامتى ما نعضش. انت يبقى ليك صاحب وانت يبقى ليك كبير. بس ده الكلب ده اصلا بطبيعته اللي هو بيعض خالص. الطبيعه بتاعته ان هو كلب هادي الطبيعي بتاعه، ده الكلب الطبيعي. ده العكس. خلقة ربنا. ده اشرس من كلاب كتير قوي تحت جدا، ولو خرج هيعضني ويعضك ويعض اي حد. طب انت بتعرف تعمل معاه غير كده؟ طبعا. تعالى معايا. اجي معاك بس اطلعها خليه جوه. طلع مين ده بقى؟ حبيبي عيد ايه؟ هيعمل ايه؟ انت هتسيبه؟ هو وصل معايا المرحله اللي هو ما هو مش هيعضك انت، هيعضني انا. بالظبط ايه بس واحده؟ انا مصدقك، انا مصدقك والله. انا اقدر اكرسل لك كلمه؟ انا يطلع لي ده؟ اطلعه؟ اخش فين؟ ده ولا ده لو راجل ده بس. بص يا جدعان، الموضوع طلع كبير. انا كنت في دماغي اللي هو الموضوع بس متصل على اللي هو كلب وكلبه ويعوقوا شويه وحاجات بسيطه. طلع فعلا يعني الكلاب ده عالم. بتربي كلاب اصلا بقالك؟ بتحبيهم؟ بتتعامل معاهم بقالك قد ايه؟ بتعامل معاهم من زمان، بس اول مره اربي كلب كان شقيق. اللي هو ده؟ بنت على فكره شويه. بس محترم ما شاء الله عليها. جوزها جوزها حضرتك تدريب دكتور عمرو. طب هو جات لك في مره قالت لك انا غضبانه جوزي مضايقني مزعلني؟ ما قالتليش؟ ربنا يهنيك. طب لو جات لك حسيتي ايه؟
طب يعني ما تجيش مثلا انا هجبت عندك عشان خاطر جوزي مضايقني مطهقني في عيشتي ما بيصرفش عليا ما بياكلنيش ما بيحصلش ما فيش الكلام ده سامع يا بنت انت وهي هو احنا ايه يعني الفكره ان هو راجل فانت هتبقى راجل هي هتحترمك انت بس هي الدنيا ماشيه كده يبقى راجل هتحترمك عاش والله اسمه ايه عاش ريكس جودريكس واسمها ايه شوقي ان شاء الله شوقي محترمه ومؤدبه يا ريت كل البنات تبقى عامله زي شوقي ده مافيا 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 خليك اهدى ايه ده انت عمال تدغ انت هوت لنا والله المصلحه في الصيف ده يفضل يلف حواليني كده زي الفل زي ما انتوا شفتوا الكلاب عامله ازاي نبدا بقى الملحمه بصوا انا دلوقتي مستضيف اتنين صحابي احمد العمده وتقى تقى الناس اللي مش فاكراها تقى اللي عملت معايا كذا فيلم قبل كده الفيديو بتاع السرطان وفيلم والكليب بتاع اوضه ضلمه تقى دي من اكتر يعني الناس دوت من اكتر اتنين بعشقهم وعلى قد ما انا بعشقهم هتشوفوا ايش هيطلع في الفيديو ده فالفيديو ده خلاص كده خلص الفيديو التاني اللي هينزل بعد ده اللي هو انت هتشوف الفيديو ده امتى تاني يوم على طول هينزل الفيديو شوف بقى انت عايزين الاول نعمله في احمد العمده ولا في تقى انا هم الاثنين دلوقتي جايين لي وهدخلهم في مصيبه معايا ربنا يستر الناس اللي مش مشتركه في القناه تشترك وتفعل الجرس وتدوس لايك على الفيديو دوت وتستنى فيديوهات الكلاب جاهزين يلا